السلام عليكم باشمهندسين، تعال نكمل بقى كده عند المثال بتاعنا. ازاي ان الحياه بتاعتنا دي كده عندي ايه، ازاي ان احنا نعمل ورق البرديه دي كده عندي بالماسك، مش عايزينها كده عندي بالكلاسيك، عايزين نعملها بالماسك. بص كده عندي يا ساتر، هنسيب المثال ده زي ما هو، ادي بيبر، تعالى كده مع بعض كده عندي بيبر وسكلاسيك 2، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي سيف بيبر with كلاسيك. طيب فين الكلام ده؟ افتح لي كده عندي فاين نيو، وتعالى كده عندي قول له اوكي. طب جميل، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، هنجيب كده عندي ايه، هو الملف ده كده حجمه قد ايه، 800 في 600، 800 في 600 في 200 ويندو، هات لنا اللايبرري تك تك، وبعد كده عندي انزل واطلع سيب اوكي، انزل اطلع سيب اوكي، وايه 800 في 600. طيب خدنا كده عند البارد دي اهي، حطيناها، كبرها شوية، طولها، جميل. مع صوت بقى الكلام ده لما تحط له المؤثرات الصوتية، وان الورقة بتلف كده، ورق مؤثرات صوتية اسمها ساوند افكت بيبر، بيبر كده عند ان الورقة بتبتدي تلف كده عند كويس، ساعتها بتحس انها بتتفتح بجد. طب حلو، تعالى كبرها كده عندك، عايزين نعمل بقى كده عندي ايه، عايزين نعمل كده عايزين عندي نساوي بعد اذنك يا باشمهندس، قول لي الساوند افكت ممكن احطها في اللاير برضو لوحدها، بتتحط في اللاير ايوه، لوحدها صح؟ بنعمل لير لوحدها اسمها ساوند، بعد كده لسه ما خدناش الساوند كده عندي، لسه ما خدناش اضافه الساوند في البرنامج كويس، تمام الساوند ماشي. ده لوحده لسه ليه حصه لوحده كويس. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندك التالي كده عندهم، ادي كده عندي التوب، وادي كده عندي الداون، وادي كده عندي البيبر. يلا ادينا عندي 90 كويس، اف كام؟ اف عندي 6. مش معنى السؤال، نعم الاف 6 دي letter اف و number 5 يعني، ولا اف اللي هي 6؟ لا، اللي هي ده اهو، شايفه كده عندي فوق كده في اللابتوب كده عندي، او في الكيبورد بتاعتك مكتوب اف 1 اف 2 اف 3 في الكيبورد من فوق. بس انا ما عملت اف 6، اللابتوب قفل. جميل حلو، يبقى انت تضغطي فانكشن في عندك زرار تحت اسمه اف ان، اف ان شايفاه تحت كده على اليسار كده عند اهو، تضغطي على فانكشن وتضغطي اف 6، اللابتوب مش بتاعك مش هيقفل وهتبقى الدنيا تمام 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 اوكي كويس. شكرا. طيب بص بقى مع بعض كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض اعمل لي هنا ادي الكلاسيك توين، اعمل لي كده ادي الكلاسيك توين، واعمل لي كده عندي هنا ادي الكلاسيك توين، حتى كده عندي ده كده عندي تحت اهو، وطلع ده كده عندي فوق أمورنا طيبة، أمورنا طيبة كده عند الآخر كده، أمورنا مية مية. بصوا بقى مع بعض كده عندي زنس، تعالى طلع ده فوق شوية كمان كده كويس كده خلاص كده كويس خلاص كويس خلاص. طب حلو، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي إيه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، هروح جاي كده عندي على البيبر نو، ادي لير جديد ماسك، هات لي كده عند مربع صلصال
حط مربع الصلصال بتاعك على البيبر بالكامل، على البيبر بالكامل، على البيبر بالكامل. كويس، حلو، مغطي البيبر، مغطي البيبر بتاعك. تعالى كده من الاخر اديله كده عندي اف 6، رايت كليك، كريت ايه، كريت كلاسيك. تعالى في الاول صغر، جميل كده اهو، صغرناه صغرناه كويس. وتعالى كده مع بعض كده عندي اهو، جميل جميل كده اهو. طب حلو، تعالى اعمل لي بقى كده عندي ماسك، يلا بينا. مختلف عن التانية خالص كده، مختلف عن التانية على فكرة، ده في اختلاف، هو احسن بكتير كمان. احلى بكتير طبعا، احلى بكتير طبعا، ماسك احلى بكتير كده عند دوت. كويس، ده كمان بقى لو انت خليت ده كمان ده يلف، لسه هعرفك، لو لسه ده يلف بقى ده هيبقى احلى خلاص بكتير، بقى، ده ما انا فعلا لسه حقيقي. لسه هعرفك الكلام ده، لسه الكلام ده ما هعرفك، تخليها ولسه في الكلام ده الواجب هعرفه. الرقمي احنا نعملها، ايه، ما تخليها في الواجب احنا نعملها بتلف. ماشي، هقول لكم فكرتها وانتوا عيشوا عيشوا حياتكم فيها، هقول لكم فكرتها. بس انا هقول لك حاجه، صعب ان انتوا تخلوها تلف، صعب ان انتوا تخلوها تلف، صعب ان انتوا تخلوها تلف، لان مش هتيجي في دماغكم، لسه ما خدتوهاش حاجه، انتوا ما خدتوهاش، هتعرفوها ازاي؟ فكروا فيها. الاكس واي والزد بتاعت امبارح، لا 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 لا، ملهاش علاقه، لا مش هتلف، مش هتلفها دي. كويس، انا فاهم انت عايز يعملها 3 دي، 3 دي هتلفها، لا مش هتنفع، مش هتنفع، مش هتيجي معاك، مش هتدي لك الشكل الاسطواني كده عندي. كويس، طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض، ادي كده البرديه اتفتحت كده عندي. طب حلو، تعالى بقى مدي لي زمان، هنمد زمانها لغايه كام؟ لغايه 500، لغايه 500، لغايه 500. تعالى كده مع بعض، اف 5، تعالى نعملها بقى حاجة كويسة كده عندي. كويس، الحمد لله. بص بقى معايا كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض، تعالى كده مع بعض كده عندي، بص مع بعض كده عندي يا باشمهندس، هنعمل بقى كده عندي ايه، غفر الله لكم يا نوح. تعالى دلوقتي كده مع بعض، ننهي تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، يلا بينا. ثانية، بصوا مع بعض،
زينا بنعمله اعلان للدورة كده عند دوت. توقيعك بقى يا هندسة، ايه؟ توقيعك لا توقيع مين يا عم؟ اعملها بس يا هندسة، هتبقى احلى والله. ماشي حاضر حاضر يا كريم، يلا بينا. تعالى كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض، تعالى نظبط، اديني كده على كنترول تي، صغر، يلا بينا. ألون الكلام أخليه إيه يعني؟ أخليه أي لون؟ قول اللي كاتب لي ألون الكلام، ألونه بأي لون؟ قولوا لي أنا معاك. أنا عارف إن أنا في الحياة اللي زي دي مش الدنيا عندي ضرب. قولي لي ألون إيه وأنا هعمل على طول. خليها ماشي، أنت قصدك يعني الحتة دي؟ ماشي ماشي حاضر. جميل. عايز عشان تلفت عيني يعني؟ ماشي حاضر. ماشي يا عبد الله. ماشي ماشي جميل. انا محاضر يا جماعه، انا مش ديزاين. فالحته دي بتقبل الاراء، اسمع على طول اللي عايز يقول يقول، بس لو قعدت فاضي ما يعني بشتغل ما حدش بيقدرني. بس انا بتكلم ايه، انا حاليا محاضر. طيب كده تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض، الدنيا جميلة كده عند اهوت. يلا مستني ايه؟ أخوكم أحمد عبد الله. مهندس أحمد. ماشي سلمت. مهندس ولا خلوها المحاضر، شوفوا انتوا عايزين، مش فارق معايا. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض، خلوها في كل واحدة في لير. ماشي هي كده كده هتتظبط يعني. ماشي تعالى دلوقتي كده مع بعض نخلي دي حمراء يا عبد الله، خليه بخط الايد. حاضر يا عبد الله حاضر، هخليه بخط الايد، هكتبها في الفلاش يا عبد الله. حاضر، خليها احمر، خليها احمر. كبرها، خليها بولد. كويس، ادي الكتابة بتاعتنا كده عند ايه. معنديش انا خطوط عربي كتيرة. ماشي جميل، اعلان هام اعلان بس كده عندي. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كده.
هنعمل كده عندي، اطفي لي بس الثلاثة اللي تحت دول، تقوم لي مش محتاجهم. تعالى اعمل لي كده عندي فايل سيف اس والغوم لي. فايل سيف اس تكست تكست تكست، خليها دلوقتي كده عندي على الديسكتوب تكست. يلا بينا تعالى كده مع بعض كده عندي فوق التوب، اعمل لير جديدة وافلي، هات لي يلا كده عند التكست تكست ماشي. يلا بينا انزل اطلع في الفلاس سي. يلا اوكي اوكي طيب حلو، الكتابة جاية كده عندي بالعربية والدنيا تمام تمام حلو. تعالى كده مع بعض هنا، يلا بينا كبرها. جميل، أو صغرها شوية. كويس حلو. محتاجين لسه نصغر فيها كده، محتاجين نصغر تاني، محتاجين نصغر تاني. يلا بينا صغر شوية كمان، صغر شوية كمان. طيب يلا بينا كبر. طب حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، هات لنا الكلام ده كله، كل الكلام ده هاته من عندي كام؟ من عندي 90. عن 90، من عن 90 كده عندك. يلا حلو ماشي، تعال نظبط بقى كده الكتابة بتاعتنا. يلا بينا هذا الإعلان هذا. الشاشة سودة يا ناهد، اطلعي وادخلي مرة تانية. اللي بتقول لي الشاشة سودة تطلع وتدخل مرة تانية. عايزين نمضي بقى كده عند مع بعض، هنمضي كده عند اهوت امضى، ادي القلم سموث. احمد يا سلام بقى هندسة، ها لو فعلا بقى عملنا ايه حركة القلم اللي احنا ما عملناها لسه امبارح دي. هعملها، ما انا لسه هعمل القلم، انت فاكر ايه؟ انا هعمل قلم يمشي عليه. يا نهار أبيض، ده هتبقى الدماغ، بص الدماغ حاجة واحدة، تانية. الدماغ واحدة يا كريم، الدماغ واحدة. طبعا ماشي تلميذك طيب هندسة طبعا. حبيبي، حبيبي يا ريس، ايه انا فعلا هعمل القلم دلوقتي عليه، هخلي القلم يكتب الكتابة دي كلها، يكتب الكتابة دي كلها والدنيا تمام التاني. طيب بصوا مع بعض كده عندي يا سادة، يبقى انا دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ يبقى انا دلوقتي كده مع بعض عملت الكلام ده، عملت الكلام ده. طيب تعالى لي بقى كده، هات القلم، شوفوا بقى انا منظم، كل حاجتي انا بعملها بحتفظ بيها، ادي العدسه، ادي القلم، كل حاجتي موجوده. ليه؟ لان انت لازم دايما تكون منظم، ومع شغلك المنظم بيتكون عندك مكتبات، مكتبات شغل، مكتبات شغل من الكلام ده كله. طيب تعالى كده يلا هات القلم، ادخل جوه الفلاش، ارمي القلم كده عند اهوت ماشي، هاته كده عند كنترول اكس، اعمل له كده عندي لير خاصه بيه اهو، كنترول شيفت في صغره. تعالى كده مع اول حاجه انا عايز اعكسه، موديفايد ترانسفورم فليب هوريزونتال. جميل، وتعالى لي كده مع بعض، اديله كده عندي موديفايد ترانسفورم فليب فيرتيكال.
جميل اهوت، حلو. طيب تعالى لي كده مع بعض كده، عندي صغر لنا القلم ده. لا خليها كده عندي فليب هوريزونتال. ماشي، خليها زي ما كان، خلي القلم زي ما كان بس صغر. كويس، صغره صغر. كويس، طيب يدخل القلم شغال، تك 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 تك. طيب يلا بينا هنكتب كده عندي ايه السطر الاولاني. طب تعالى كده في الفوتوشوب اجيب كلمة احمد عبد الله بس، هات التكست، تكست احمد عبد الله. تعالى هات كده عندي، هات لي البرش، اعمل لي لير جديدة احمد عبد الله، هات لي برش كده عندي دايرة، او هات لي كده عندي البنسل، اديني كده عندي صغرها احمد. جميلة، حلو، شغال. لازم تدوخني عبد الله مكان جميلة كده، خلاص ماشي، خلي التوقيع في الآخر أحمد عبدالله. ماشي خلاص، يبقى اشتغل هنا التوقيع الكبير. ماشي يلا بينا، تعالى دلوقتي كده مع بعض نخلص بقى ايه، نخلص الحركات في الفلاش بتاعتك. طيب انت عشان تبتدي تشتغل، عشان تبتدي تشتغل لازم ترتب الدنيا بتاعتك، ده واحد ده اتنين ده تلاتة ده أربعة ده خمسة ده ستة ده سبعة ده تمانية ده تسعة ده 10، 10 كده اهو، 10 ليه. طيب امسك لي اللير الأولانية، خليها رقم واحد، واحد عشان ما تتلخبطش بقى. كويس، طب ما احنا اللير، ممكن نعملهم في جروب احسن هندسه برضو. لا 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 لا، اللير التانية اتنين، اللير التالتة تلاتة، لأن الماسك هيبقى على كل لير يا كريم، اه تمام يا هندسه، تلاتة الماسك مش هينزل عليهم بالكامل، الرابع عشان تبان إنها واقعية، أربعة خمسة. ادي ست، ادي سبعة، ادي ثمانية، ادي تسعة، تسعة، خلي بقى الاسم في الاخر كده عندي خالص. طب يلا نرتبهم بقى كده عندي، شوفوا بقى الترتيب. لازم تبقى بص، لازم اتعود ان حياتك تكون مرتبة في الفلاش او في اي برامج التحريك او شفته، لازم ارتب نفسي، ايه ده وايه ده وايه ده وايه ده، اللير دي ملهاش لازم اشيلها. كويس، لازم ترتب نفسك كده. لو ده كده عندي مين، احمد عبد الله، خليها في الاخر خلاص، اخر واحده تحت. ادي واحد فوق، ادي اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعة ثمانية. طيب حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه القلم برضو هيبقى كده عندي اهوت بره من هنا، البردية فتحت كده عندي. طيب القلم كان عندي هنا، انسى القلم دلوقتي خلاص كده عندي، انسى القلم خلاص، انسى القلم خلاص كده عندي. طيب انا عايز اعمل ايه كده عندي، عايز اخلي الكتابه تظهر سطر سطر، عايز اخلي الكتابه تظهر سطر سطر. كويس، حته اعلان هام وبتاع والكلام ده كله اهو، الكتابه تظهر سطر سطر، الكتابه بتاعتك تظهر سطر سطر. طب جميل، انسى القلم خالص اهو، انا لغيت القلم خالص من حساباتي خالص. طب حلو، تعالى لي بقى على واحد، ده اول واحده كده عندي، ده اول لير كده عندي اهو. على فكره ممكن ترتبهم من تحت يبقى احسن، واحد تحت لان واحد هي اللي هتاخد اكبر زمن، فالازمنه بتاعتك تبقى طالعه سلم كده من فوق يبقى شكلها افضل، براحتي هي مش فارقه معايا، بس انا بقول لك انت عايز ترتبهم من تحت لفوق، خلي الترتيب من تحت لفوق عشان تبقى بالنسبه لك الدنيا اسهل، عشان تبقى بالنسبه لك الدنيا اسهل، تبقى بالنسبه لك الدنيا اسهل، خلي الترتيب من تحت لفوق يا اساتذه، خلي ترتيبكم انتوا من تحت لفوق. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، بصوا مع بعض كده عندي يا سادة،
لان القلم لسه القلم عليه شغل كتير جدا. بعد ما خلص الماسك القلم هو اللي هيحيرك عشان يمشي على الماسك. القلم هو اللي هيحيرني، هو اللي هيطلع عينيك حته القلم. جميل. طيب تعالى كده خليها من تحت لفوق، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته مش هتفرق معايا، ادي اربعه ادي خمسه ادي سته ادي سبعه ادي تمانيه ادي تسعه. طب حلو، بصوا بقى مع بعض كده عندي يا سادة، كل اللي فوق ده انا مش محتاج له خلاص دلوقتي، الغيه خلاص دلوقتي، الغيه خلاص دلوقتي، الغيه خلاص دلوقتي. وتعالى لي فوق اللير دي اعمل لي لير تاني. فيه لير مين؟ كويس اهي، ادي واحد ده مين ده كده عندي؟ اه ده احمد عبد الله، ده التوقيع من اه مش جميل. حلو سلام. خلي التوقيع اول واحد فوق. طيب جميل، هات لي بقى كل اللي فوق ده كده عندي، انا مش محتاج له خالص دلوقتي بره. طيب هروح جاي كده عندي فوق اللير نمره واحد دي، اعمل لير جديد اللي هي لير الماسك بتاعتها، الماسك 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 كويس، سميه كده عندي ماسك واحد عشان تبقى انت عارف الماسك ده بتاع لير واحد اللي هي بتاعت اعلان هام. جميل، تعالى كده عندي من هنا اديني اف كام؟ اف 6. تعالى ارسم لي مستطيل، ادي مستطيل على قد اعلان هام كده عندي، مش محتاجين له كده عندي، مش محتاجين له ستروك، بدون ستروك، ادي مستطيل كده عندي. جميل حلو، اديني اف 6، اف 6 كده عندي. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى كده مع بعض عندي كالتالي، هو كان عندي اديني كلاسيك، كان في الاول بره، بره الكلمة أهو، وبعد كده دخل، دخل كده عندك بره ودخل على الكلمة كده عندك. جميل، إعلان هنا. جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي إيه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كده أهو، الكلمة طلعت ودخل. طب لو أنا أوريكم بس الفكرة أهي، ماسك إعلان هامل، خدت بالكم؟ اعلنها. طيب جميل، يلا بينا لير اتنين، لير تانية فوق ايه؟ تعالى هات لي بس كل دول، انا مش محتاجهم حاليا. دخلهم لي كده عندي كمان، هما كمان في 50 فوق. يلا، في 6. مو لازم مستطيل يكون بالعكس عشان الكتابة بالعربي؟ لا، ما هو ماشي كده اهو، ما انا بكتب من اليمين لليسار. المستطيل الكتابه من ماشي من اليمين لليسار، ايه الكتابه بالعربي من اليمين لليسار، الكتابه بالعربي تتكتب من اليمين لليسار، ولا انت بتكتب كده عندي يا حياه الكتابه بالعربي من اليسار لليمين؟ ما ماشي يا من اليمين لليسار، ايه جميل، ايه اهي الكتابه بالعربي من اليمين لليسار اهي. طيب تعالى يلا بقى كده مع بعض كده عندي نفس الحكايه، تعالى لي هنا ارسم لي مستطيل، جميل يلا اديني في 6، يلا اديني كلاسيك، كان هو كمان بره، طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض اديله هو كمان ماسك، ده ماسك 2، ماسك 2. شوف انا الملف ده هيبقى عندي كام لير، عيش حياتك في الليرات. ماسك 2، بص كده مع بعض اهو، اعلان هام اهو، وادي الثاني والثالثه نفس النظام، هات لي كده عندي كل ده انا مش محتاجه، واديهم 50 فريم هم كمان. عندي كام؟ عندي 210. طيب جميل،
طب تعالى لي كده مع بعض، يلا بينا. اعمل لي كده عندي ايه هنا كده عندي اهوت. وانا ليه متلخبط كده؟ ثانية واحدة، هذا أربعة. طيب جميل، يلا علمني على دول. حرك كده صح، أنا كنت بتلخبط بس. طيب تعالى اعمل لي بقى كده عندي ماسك، ماسك ثلاثة، ماسك ثلاثة، ماسك ثلاثة. طيب يلا في ستة، مستطيل كويس كده عند دوت. يلا اديني في ستة كلاسيك، والماسك كام بقى؟ واحدة واحدة على نفسك، ما تستعجلش. والماسك كان ايه؟ كام بقى؟ لان انا بعد ما هظبط حركه الماسكات هظبط حركه الاله مع الماسك اهي كويس. واديني كده عندي، يلا ايه اديني كده عندي ماسك اهو، بصوا مع بعض اهو. طيب يلا بينا كده عندي اربعه، هات لي كده عندي كل اللي فيها، حرك لي كده عندي شويه هنا كده عندي اهو. يلا لير جديدة، ماسك أربعة. شوف أنا دخلت في كام لير، شوف عدد الليرات اللي دخلت فيها، ولسه لسه كمان الليرات هتزيد. طيب أدي ماسك أربعة، يلا في ستة تعالى اديني كده عندي مستطيل كويس، ادي مستطيل كده عند اهوت. اديني في ستة، كريت ايه كريت كلاسيك توين، طلع لي بقى. موضوع سهل وبسيط على الاخر كده، هتمشي على السلم لغاية ما تخلص الليارات كلها كويس اهوت. واديني مصر لير خمسة، يلا بينا. هطلع لي كده عندي كل دول، حرك السلم بتاعك 50 فريم كمان يلا بينا. نعمل لنا كده عندي لير جديدة فوقيها في ستة، ماسك خمسة، خمسة. ماسك خمسة، ماسك خمسة كده عند الوقت. طيب كمل، يلا هات لي كده المستطيل في ستة، اديني كده عندي كريت كلاسيك، الله أكبر. تعالى دلوقتي كده مع بعض، اديني كده عندي ماسك، يلا نفس الحكاية دول كده عند همت. حرك كده 50 فريم، 40، 50، ايا كان. اديني كده عندي لير جديدة فوقيها في ستة. بصوا يا أستاذة، لو المحاضرة قفلت في أي لحظة هفتح على طول المحاضرة بعدها عشان أخلص المثال بالكامل، عشان أخلص المثال بالكامل كده عند همت. ماسك ستة، ماسك ستة، في حاجة طارت في النص، في حاجة طارت، طارت في النص. اديني كده عندي ايه اللي طار في النص؟ في حاجة طارت في النص اللي هي كده عندي مين؟ اللي هي ماسك ستة خمسة يا باشمهندس. خمسة، ادي ماسك خمسة، خمسة ايه؟ ما خمسة ايه؟ طب ليه هي ليه مش ظاهرة؟ لا لا، ثانية ثانية واحدة كده عندك.
الماسك اللي هو هيتعمل على مش عارف تعمل ايه هندسه. ثانية. لا، اديني كده عندي ايه، اديني ماسك هنا، دي مش ظاهرة خالص اهي، دي مش ظاهرة خالص، دي مش ظاهرة، خمسة مش ظاهرة. طب اديني كنترول زد قبل ما اغير خالص، هاي خالص بص معايا كده، في واحدة مش ظاهرة اهي، يعني الماسك ده مش راضي يظهر ليه، شيل الماسك، هو ايه اللي خلى الماسك ده يطلع فوق على فوق؟ ثانية، وري التاني ايه؟ الماسك ده بتاع اللي تحت، ماسك خمسة على اللي تحت، ماسك خمسة على تحت، بعد كده مع بعض ننزله تحت، بعد كده مع بعض طير ماسك خمسة خمسة، عامل لير جديد اف ستة. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، يلا اديني كده عندي اهو، اديني انا كده عندي في ستة، اديني كده عندي كريتي كريت كلاسيك، تعالى كده عندي في الاول طلعه بره، ماسك خمسة، ماشي 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 ماشي، عدناه مرة تانية بس، يلا اديني كده عندي ماسك خمسة، اديني كريت كده عندي ماسك، مش عارف تعمل ايه بالظبط كده، تعالى بقى كده عندي من ستة، ستة طول. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي يلا بينا، اديني في ستة ماسك ستة، ماسك ستة، اديني في ستة اف ستة، يلا ارسم لي كده عندي اكتب تم وانا حاضر، تعالى يلا بينا، جميل ستة كريت كلاسيك، بعد كده عندي بره طلعهولي، اديني كده عندي ماسك ماشي، يلا بينا سبعة، سكة كده عند اللي فوق ده كله خمسين، روح لي كده عند دوت عند هنا خمسين، تعالى له كده عندي لير جديدة، ماسك ماسك سبعة، عشان تبقى عارف كل حاجة بتاعت ايه، نيجي كده عندي في ستة،